افتتح المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي مصنع إنتاج الرزينة بشركة هليوبلس للصناعات الكيماوية التابعة للوزارة. وأعرب الوزير عن سعادته بالافتتاح، خاصة وأن الإنتاج كان متوقفا بالمصنع منذ أكثر من 10 سنوات نتيجة لبعض العوائق الفنية، مشيرا إلى أن التطوير ورفع كفاءة المصنع يحقق منفعة كبيرة ويعيد إحياء صناعة هامة، وهو ما يتماشى مع الأهداف الحالية للوزارة في دعم الصناعة الوطنية. وعقب الافتتاح تفقد وزير الدولة للإنتاج الحربي شركة أبو زعبل للصناعات المتخصصة، وذلك استكمالا لسلسلة الجولات التنفيذية المتواصلة لمتابعة انتظام سير العمل بالجهة التابعة.